لم يعد حال التعليم في مديرية المضارب بمنطقة الصبيحة يسر أحدا بعد أن أسهمت جملة من الثغرات والمعوقات في إعاقة سير العملية التعليمية خلال السنوات الماضية. نقص الكادر التعليمي الذي صاحبه موجة كبيرة من التفريغ والانقطاع لعشرات المعلمين عن مدارس المنطقة أكثر هذه المعوقات، وهو ما دفع العشرات منهم للالتحاق بأعمال خاصة وسط تقاعس كبير من الجهات المعنية في محافظة لاحج. جميع مدارس مديرية المضاربة تشكو وتئن من هذه الصعوبات، من نقص المعلم ومن نقص الكتاب ومن نقص الطباشير ومن نقص المستلزمات المدرسية بشكل عام. لذلك نحن نناشد إدارة التربية أن تتحرك جاهدة إلى كثير للمنظمات للحصول على تعاقد من المعلمين. في مدرسة عمرو بن العاص بمنطقة ملبية كبرى مدارس المديرية التي تشكل كثافة طلابية، ثمة غيظ من فيض الهموم التي لا تتوقف عند الحديث عن حال التعليم. بالإضافة إلى نقص المعلمين، هناك احتياج كبير للمستلزمات المدرسية، ناهيك عن ازدحام الفصول لا سيما مع حالة النزوح من المديريات المتاخمة كالوازعية وغيرها. أهم الصعوبات التي تواجهنا هي الكثافة العددية، حيث يصل عدد الطلاب في هذا الفصل تحديدا إلى 92 طالب. وأنتم تعلمون أن في هذه البلاد يوجد كثير من أبناء النازحين وأبناء الوازعية لقوا إلينا، وبالتالي أضافوا إلينا عبء آخر فوق العبء. ضف إلى ذلك الكتب الدراسية. جملة من الصعوبات تسببت بتراجع العملية التعليمية التي تنحسر يوما عن آخر.